المواقف الدولية والصواريخ الحوثية تضع المزيد من التعقيدات أمام مهمة التحالف لاستعادة الحديدة في معركة عسكرية كان التحالف قد تعهد بأن تكون خاطفة. فالمبعوث الأممي يواصل جهوده الهادفة إلى الحيلولة دون شن أي هجوم على الحديدة ومينائها، حيث من المقرر أن يصل الأربعاء إلى عدن في زيارة أفادت مصادر مطلعة بأنها ستستمر لعدة ساعات فقط، يجري خلالها محادثات مع الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته. وزير الخارجية خالد اليماني أوضح أن هناك مقترحا على الطاولة في إشارة على ما يبدو إلى مبادرة للمبعوث الأممي لتجنيب الحديدة معركة عسكرية وشيكة. الوزير اليماني الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض كرس للإعلان عن مشروع سعودي لنزع الألغام في اليمن بقيمة 40 مليون دولار، أكد أن الحكومة تقبل بمبادرة السلام شريطة مغادرة الحوثيين الساحل الغربي. وفي موازاة ذلك أفادت مصادر دبلوماسية غربية بأن الحوثيين مستعدون لتسليم إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة، فيما أكد مسؤول أمريكي في وقت سابق أن واشنطن تحث السعوديين والإماراتيين على قبول ذلك. الضغوط السياسية التي يمارسها المجتمع الدولي على الحكومة والتحالف تتزامن مع ضغط عسكري يمارسه الحوثيون على الرياض التي اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخين أطلقهما الحوثيون عليها في وقت متأخر من مساء الأحد. المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي اعتبر أن التقدم الذي تحرزه قوات التحالف في الحديدة وجبهات أخرى يدفع الحوثيين لشن هذه الهجمات بهدف استعراض القوة. يأتي ذلك وسط تهديدات أطلقها المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام بشن المزيد من الهجمات الصاروخية. الولايات المتحدة أدانت الهجوم الصاروخي الأخير على الرياض واعتبرت أن مثل هذه الممارسات تؤجج الصراع في اليمن، وأكدت في الوقت ذاته أنها تدعم بقوة السعودية في الدفاع عن حدودها في مواجهة ما وصفتها بالتهديدات المستمرة. تراوح معركة الحديدة محلها حتى الآن بانتظار اختراق دبلوماسي يبدو مستبعدا في ظل غياب معلومات أكيدة عن استعداد الحوثيين للانسحاب العسكري من المدينة دون قتال.